وتعز تودع عاما آخر من الحرب لا تبدو أفضل حالا من الأعوام السابقة، ومهما تعاقبت السنوات تبقى الحرب هي الواقع الذي أنتج وضعا مختلفا لكن للأسوأ. ثلاثة أعوام وتعز تقاوم مشروع الانقلاب. لا شك أن هناك كثيرا من الملفات الشائكة التي لا تزال معقدة. نستطيع أن نقول المناطق المحررة تشهد اختلالات أمنية، تشهد ربما انعدام للخدمات، تشهد كذلك انقطاع للمرتبات. كل هذه تحديات كبيرة. أما التحدي الأكبر أمام المقاومة فهو استكمال عملية التحرير، والذي يطلب دعما أيضا كبيرا من السلطة الشرعية وإسنادا واضحا من التحالف العربي. ثلاثة أعوام من الحرب هنا، ولا حديث للمواطنين سوى متابعة الأرقام وتصاعدها لانتهاكات الجماعة الانقلابية بحق السكان، حيث يتحدث الحقوقيون عن الكثير من الجرائم المتنوعة التي ترتكبها عناصر الميليشيات من قتل وتهجير قسري وتفجير للمنازل. ألحق كل ذلك تدهورا واضحا بالبنية التحتية. تهجير المدنيين مستمر في الأرياف وفي المدينة. هناك إحصاء كل عام إحصائيات القتلى والجرحى والمهجرين والمنتهكين تزيد عن العام الآخر. الشغل الشاغل للحقوقيين والمنظمات الحقوقية هي رصد هذه الانتهاكات. أنهكنا نحن كحقوقيين ونحن نرصد هذه الانتهاكات، فما بالك بالمنتهكين. ننتظر من كل الجهات أن تعمل على إيقاف هذه الحرب وأن تعمل على إنصاف هؤلاء الضحايا الذين فقدوا أعز ما يملكوا في هذه الحرب. الوضع المعيشي خلال العام الجاري لم يشهد اختلافا بل ازداد تدهورا بسبب الحصار، مع انعدام متطلبات العيش الأساسية وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى إهمال الحكومة لمطالب المواطنين وتوقف صرف مرتبات الموظفين. ساهم كل ذلك في تدهور القطاع الاقتصادي إلى جانب القطاعات الأخرى كالصحي والتعليمي. شهد العام 2017 تدهورا كبيرا في الوضع المعيشي والإنساني في محافظة تعز بمقارنة بالأعوام السابقة 2015 و2016. خلال هذا العام زادت نسبة التضرر في مجال المعيشة وفي مجال الغذاء أيضا، مع انقطاع مرتبات الموظفين لمدة ما يزيد عن أكثر من عام. أيضا الوضع التعليمي، توقف المدارس والمنشآت التعليمية عن أداء دورها. الملف الأمني من حيث التحرير وإرساء الأمن داخل المدينة هو الآخر لا يزال شائكا، ولم يشهد سوى تحسن طفيف مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تحكي أحداث الأشهر المنصرمة حالة من الفوضى جرت خلالها مواجهات بين بعض فصائل المقاومة من وقت إلى آخر، وحدوث العديد من عمليات الاغتيالات المتبادلة بين هذه الفصائل في بعض الشوارع، في الوقت الذي ما تزال الميليشيا مستمرة بتنفيذ هجماتها ضد الأحياء المدنية. فالمطلوب كما يقول الكثير التسريع بتحرير المحافظة وتطبيع الأمن فيها. بخيبات أمل يطوي أبناء مدينة تعز صفحة أخرى بصحبة الحرب، فيما تبقى فصول المعاناة جزءا يتجدد في كل عام، لتظل معه ملفات المدينة الشائكة مهملة. فهل يا ترى ستضع الحرب أوزارها مع بداية عام جديد، أم أنه مفتتح لدورة أخرى من الحرب والمعاناة؟ سؤال ستحدد إجابته الأيام القليلة القادمة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.